شاء الله رب يصير حل بطل تقف الحرب عنا إن شاء الله، ونشوف أولادنا ونشوف حالنا. أنا أولادي مقسمين في الشمال، يعني نفسي أتمنى أن أرجع وأشوفهم. بنتابع كل دقيقة بدقيقة، نسمع نتأمل كلمة حلوة ونتأمل بوجه رب العالمين إنه يفك هالحرب وهالغيمة عنا وهالهم عنا. حاجة النازحين إلى وقف لإطلاق النار، كفى سفك دماء، كفى قتل، كفى هدم بيوت، كفى تهجير. هيك الشعب الفلسطيني يصير فيه؟ والله عمره ما حصلت في الحياة كلها. يعني شعفونا، انزلونا، طلعولنا لهالطفال بس اللي بنام عند الزبالة، اللي بفتش الزبالة عشان ياكل، فيش أكل، فيش شرب، معاناة. أنا بدنا الصلح، بدنا الحل إلنا. والله بستنى، إنه أكيد أنا بحكي عن مشي، بستنى قاعد في الحل، وديت إحنا أشحن وجوال عشان أستنى أشوف كود الله يفرج علينا. أنا بتمنى إنهم نرجع ونرجع أولادنا على المدارس، بكفي